نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا شيخ عفى الله عنك، ما معنى قول بعض الناس نية المؤمن خير من عمله؟ هنا ايش معناه يا شيخ؟ معناه ان النية قد يدرك بها ما لا يدركه بالعمل، مثل ان يكون رجل عاجزا عن فعل الطاعة ويتمنى انه يدرك هذه الطاعة فينويها، هذه قد تكون خير من العمل، قد تكون خيرا من العمل. ولهذا جاء في الحديث من لما لم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق. وثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال إن الرجل إذا تمنى الشهادة فإنه ينال منزلة الشهداء وإن مات على فراشه. هذا معنى الحديث الصحيح هذا؟ ها؟ معنى الكلام هذا الصحيح؟ معنى صحيح، لكن مو على الإطلاق. ماذا يستثنى منه يعني؟ يستثنى منه إذا كان الإنسان قادرا على العمل، قادرا على العمل ولكن ما عمل. فلا نقول هذا الرجل نيته خير من عمله، لأن لو قلنا هذا بقي الإنسان المستطيل للطاعة لا يفعل الطاعة ويقول النية خير من العمل. طيب يا شيخ عفى الله عنك، الأولى في هذه الحالة إذا الإنسان مثلا دخل أن يلقي السلام أم لا يلقيه؟ نعم، لا بأس أن يلقي السلام. إذا دخل الإنسان على قوم مجتمعين على ذكر من الأذكار فلا بأس أن يلقي السلام. فإن الصحابة يأتون إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو جالس في أصحابه فيلقون عليه السلام. نعم، إذا خاف المشوش إذا جهر به فهنا لا يشعر به درءا لهذه المفسدة. نعم.